ذاك اليوم قلت له اريد جي كلاس. كلاس يعني عشان تشربين بالدولكه؟ لا مو كلاس، جي كلاس سياره. السياره اي اي مو سعرها مو غالي. رفض. انا قلت ما يخالف. مرت الايام شفت ايفون، هذا ابو 1500. 1500؟ اي قلت له اريد هذا التليفون. قال لي ما اقدر اجيب لك اياه. قلت ما يخالف بلعيها وسكتي. النسوان المعدله تصبر مره واثنين وثلاثه. انت صح انت صح. اخر مره هاي رحنا كنا بدبي اذا نمشي شفت فستان يخبل هذا هيك كله دقم مرصع بدايموند دايموند شنو؟ هذا الماس. الماس؟ اي هذا ايش قد تتوقع سعره؟ ايش قد يعني؟ تفاليس 4000 دولار. والله يعني ما تسوى. قام قال لي ما اقدر. سويت اني وصلت هنا لي حتى بعد ما قدرت. قلت له باع يا ابن الناس هاي حلقتك وبوكه. قلت له طير ما قدرت وصلت حتى. والله صح هذا زين تسوين انت ايش بشر ما ينعاش وياه ابدا ما ينعاش وياه. هسه عفاك من عندي انت سالف لي حبيت خطبت سويت. والله انا قبل سنه يعني خطبت ويومين وفسخت. ليش احكي لي؟ والله يعني هيك اسباب يعني تخيل طلبت منها 2000 دولار ما قبلت تعطيني. انت طلبت منها 2000 دولار؟ اي تخيلوا منطقتني وقلت ما يخالف اتحمل، ردت سياره بي ام 60000 دولار وما قبلت تجيب لي اياها وقلت ما يخالف دوس على نفسك وتحمل، انه بردت ساعه رولكس كل سعرها 10000 دولار وهم ما قبلت، قلت يابا يلا مشيها ادفعها بقصبه ما يخالف انه قاط جيت سعر القاط 1500 دولار ما قبلت تشتريها، يعني انا يم القاط قلت بعد ما بيها مجال، شلت الحلقه فبيت ابو جو قلت له انت بطريق وانا بطريق ابت الناس. تحمل. انت عفتها. اي طبعا نور الزمن تغير والمثل ومثلك اللي يفتهموهم ما اتوا راحه. راحه. هسه شو تقولين نتزوج؟ لا انا اقول نطفر. مو صح؟ يلا.